من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، أم منبار العميد، أم منبار العميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى. هذه الآية الكريمة تتوزع فيها آراء المفسرين إلى ثلاثة معاني. الرأي الأول مقصود بأن نهاية الفصل بين الناس بالثواب والعقاب إلى الله عز وجل. شوي التفت لي إلى هالمعنى كأنه الدنيا هذه بجميع ما فيها من فئات، بجميع ما فيها من جماعات، أي واحد تلزم أنت تلقاه ما مقتنع إلا باللي عنده. نبه لي، يعني إذا في تنبه تقول له أنت قد تكون على خطأ، يقول لك لا أنت اللي على خطأ، مش تبه. نادر واحد ينصاع إلى الدليل إذا ناقشته. نبه لي، يبقون ذولا متنازعين بهذه الحياة، يبقون نعم متنازعين بهذه الحياة، لأن أكو مثل يضربوه أقرب لك به المعنى. يرون أن رجل كان يمشي مع ابنه، ابنه وياه ومعهم دابة، أراد أن يبرهن إلى ابنه عمليا بأن الناس ما يقنعهم حل من الحلول. قال له شوي التفت لي، قال له خلي نركب أنا وياك على هالدابة. ركب، لما ركب مروا على جماعة قالوا عجيب ذولا ناس، رحمة ما عندكم بهالحيوان هذا، متعبيه هالكي، فليكن واحد يركب واحد يمشي وتتعاقبون عليه وبهذا تنحل المشكلة. قال له سمعت؟ قال له نعم. قال له زين، أنا راح أمشي وأنت اركب. ركب الولد وأخذ الأب يمشي، مر بجماعة قالوا عجيب دولة، لا الأب عنده قدرة على أن يؤدب ابنه، ولا الولد أكو عنده تهذيب ينزل ويخلي أبوه يركب، عجيب دولة. قال له سمعت؟ قال له بلى. قال له اعكس، أنا راح أركب وأنت تمشي. ركب، مر على جماعة، جماعة قالوا أن هذا هواية ما عنده رحمة الأب بابنه، إيش دعوة أنت هالأنانية، ابنك هذا صبي، ليش ما تركب الولد أنت بعد شديد العود قوي العود؟ قال له سمعت؟ قال له بلى. قال له خلينا اثنين نمشي ونترك خالي للحيوان. مشوا اثنينهم مروا على جماعة قالوا عجيب حمقى، دابة خالية وتتمشون على رجليكم ليش؟ نبه يعني شوي لتقريب المعنى للذهن، أن الناس الواقع يندر أن يرضيهم حل من الحلول. الحلول عند الناس نادر أن ترضيهم، كل واحد عنده وجهة نظر معينة، هاي من وجهة. من وجهة ثانية مسألة العقائد إلها رسوخ، إلها يعني كل شيء يقبل، ممكن أن يتغير في حياة الإنسان إلا قضية العقيدة. قضية العقيدة مو سهل تغييرها، ما لم يقتنع الإنسان تلقائيا يقتنع مهما تقدم له أنت من أدلة، ما لو هو يصير عنده قناعة في قرارة نفسه ما ينتهي إلى نتيجة. يعني أنت لو ظلت تتكلم الليل والنهار وهو مو مقتنع يقول يمكن أن يكون هذا على خطأ، نعم، والأدلة قابلة للمناقشة. في ومن هنا نلاحظ أن القرآن الكريم أمرنا بالرفق بالمناقشات بالعقائد،
القرآن الكريم أمرنا لما نناقش واحد في عقيدة من العقائد أن نكون شوية برفق بلين، لأنه هذا كنا نعطيه فسحة للتأمل، نطرح الدليل أمامه ونعطيه فسحة للتأمل حتى هو ربما يقودها التأمل إلى الإذعان. وإلا إذا صار البناء يصير مشاكسة، المشاكسة ما تؤدي إلا إلى نتائج سلبية، وبالنتيجة ما نصل إلى محصل ما نصل، كلها نصل إلى نتائج سلبية. من هنا يتساءل البعض، يعني كثيرا ما يتساءل، أن هذول المسلمين ليش ما يتنبهون إلى هالجانب، يتنبهون إلى أن قضايا الحجاج والجدال في موضوع العقيدة إلها مستعرة ما بينهم منذ 14 قرن، نبهلي 1400 سنة، والجدال والحجاج مستعر. هل استطاع هذا الجدال والحجاج أن يحرف فئة عن مسيرتها إلى فئة أخرى؟ أبدا. يمكن أفراد، والأفراد دول لما تبحث عنهم تلقاه ماكو عنده جذور عقائدية متمكنة بنفسه، يمكن اثنين ثلاثة، ودول اثنين ثلاثة ما يغيرون بالمعادلة شيء. وين يكون الفصل؟ ها؟ وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الآية الكريمة تقول أنتم مثل ما بدأتم، مثل ما الله عز وجل بدأكم فخلقكم وأفاض عليكم الوجود، بالنهاية أنتم بالبداية مشدودين إلى عطاء، وبالنهاية أيضا مشدودين إلى عطاء بالجزاء. المنتهى هو نهاية مرحلة وابتداء مرحلة أخرى، هذا يعبر عنه مصدر ميمي، يعني الانتهاء. هذا الانتهاء كأن القرآن الكريم يقولهم أنتوا راح تنتقلون من مرحلة عمل، وتنتهي مرحلة العمل بوقوفكم أمام الله وهو يحكم على أعمالكم، أعمالكم صالحة أو طالحة يحكم عليها. نعم، أنت بوسعك شيء واحد تسويه، بوسعك أن تفهم الدليل قدر الإمكان، تفهم الدليل قدر الإمكان، وإذا نوقشت بين يدي الله تقول يا ربي أنا ما طلعت عن أوامرك، أنت أمرتني أسوي الشيء الفلاني سويت، أنا شغلطيت، هذا غلطي مو مقصود. والله عز وجل أرحم من أن يأخذ الإنسان بغلط غير مقصود، الله أكبر وأرحم. قل ما يصنع ربي بعذابكم، شنو يعني أكو جدوى في عذابنا للسماء؟ أبدا، حاشا لله عز وجل. الإنسان إذا صدر منه غير مقصود شيء بطبيعة الحال ما يؤاخذ عليه، يعني الكل اللي يكون عليه عقاب أو ثواب هو ما يقع تحت الاستطاعة، إذا قدر استطاع. تغمد الله بلال برحمته رضوان الله عليه، مؤذن الرسول، بلال يصعد على المأذنة كلما يجبر روحه على أن يبدل الشين، يسويها شين يقرأها ما يقدر، تطلع عنده شين، يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله. اجوا لي الصحابة قالوا لي يا رسول الله هذا بلال ما يعرف يأذن، هذا ما يعرف، هذا ما يقول أشهد، يقول أشهد. قالوا يا واش إن شين بلال عند الله شين. قالوا يا واش ما قلتوا ليش الإصرار هذا؟ إيش دعوة التمسك بهالحرفيات؟ نخلوا هذا رجل جاء يريد أن يؤذن، قدرت على الأداء تقف عند هذا الحد. فالآية الكريمة تقولهم المنتهى إلى الله عز وجل، أنتوا بأعمالكم تأخذون حصائلكم، كل واحد يخرج من هذه الحياة حامل حصيلته، طالع إيش عنده، هاي الحصيلة اللي أخذها بالدنيا يحملها وينتهي إلى ربه، ينتهي. إذا انتهى إلى ربه هناك، الله تبارك وتعالى هو اللي يحط رجله على الخو، يعني يضع له قدمه على الطريق اللي راح ينتهي إلى، إما إلى جنة
وإما إلى نار. هو الذي يفصل. الآية الكريمة تقولوا أنتم بالبداية مشدودين إلى، وبالنهاية أنتم أيضا مشدودين إلى حكم المنتهى إلى الله، لتكن هذه الحقيقة أمام أعينكم. يعني لا يكون واحد من عندكم يفتح عينه إلى جهة غير الله، لا، خلي الجهة اللي يضرع إلها، الجهة اللي يبسط حوائج أمامها هو الله تبارك وتعالى. ولهذا تلاحظ أن العرفاء أو الناس الذين انتهوا إلى عمق في إيمانهم، انتهوا إلى وعي، إذول ما يشغل ذهنهم إلا الله تبارك وتعالى، سواء مروا بخير أو مروا بما يشيئهم، هذا اللي يشيئهم أو الخير يقولون يفعل الله ما يشاء. يقولوا لأبو ذر ماذا تقترح؟ تقترح شيء على الله عز وجل؟ قال لا والله، أريد ما يريده لي ربي، لأنه أنا شمدريني شنو أنا هذا اللي أريده؟ من يقول أنا راح يحقق لي هدفي؟ بالعكس، يقول حقق لي هدف معكوس. ها؟ يعني أنا قد أقترح شيء لكن نظري محدود، هذا الاقتراح يؤدي بي إلى نتائج غير مرغوبة. مو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول تدل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف بالتدبير. خطر مروان آخر خلفاء بني أمية، مروان هذا راد يبتكر له وسيلة يتغلب بها على جيش العباسيين. شنو الوسيلة؟ فكر أن يقترح شيء، هذا الشيء يوصل إلى هدف. صاح مدير الخزانة قال له تعال، ايش عندك أموال؟ قال له الخزانة عندي مملوءة ذهب. قال له شيء، بس تطلع جيش يوقف إلى القتال أنت طلع بدر دنانير ودراهم اطرحها وقلهم اللي يقتل من هؤلاء يأخذ بدر دنانير ودراهم. وضع الأموال على الإنطاع، صبها ونادى بالجيش أن من يقاتل وأن من يجادل ويناضل بالأخير يأخذ من هذه الأموال. هذول شافوا ذهب قدامهم مكدس على الحصران، مالوا إلى الذهب ينهبون منه. جيش العباسيين شافهم ذولا داروا على الذهب، اغتنمها للفرصة، اغتنمها رأس، صورهم أنهم هربوا، كر عليهم فسحقهم سحقة واحدة. وإذا النتيجة هذا اللي كان يتوقع من عدها أن راح يكسب بيها الحرب انتهت به النتيجة إلى الانهزام وإلى الخذلان. فالعبد يعني قد يقدر، الإنسان قد يقدر شيء لكن إدراكه محدود وإحساسه محدود، بطبيعة الحال قد ينتهي إلى الخطأ. لكن إذا أوكل الأمور إليه، إذا أوكلها إلى الله، الله عز وجل أبر به وأرحم به، هو اللي يشدد خطواته، هو اللي يلبي لمطلبه وتكون التلبية على صواب. فالآية تريد أن تضعنا أمام هذه الحقيقة، وإن إلى ربك المنتهى. يعني أنتم مثل ما بدأتوا فكروا تبدأتوا من الله، لأن هو الذي وهبكم الحياة وأعطاكم الوجود، وستنتهون أيضا إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا أصبح المرء ينبغي أن لا يتوكل إلا على الله. الحسن ابن الجهم أو ابن الجهم يقول للإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله ما حد التوكل؟ شنو تعريف التوكل؟ أنا أريد أعرف التوكل شنو هو، كيف أتوكل على الله؟ قال للإمام حده ألا تخاف أحدا إلا الله، لا تراقب في عملك أحد إلا الله. مراقبة الله هي اللي تضبط لك الموازين. أنت إذا راقبت الله، مراقبة الله هي اللي تضبط لك الموازين بلا كلام، لأن الله عز وجل وضع لنا ضوابط، قال هذا راقبوه، هذا راقبوه، هاي قاعدة بها امشوا عليها، يعني ما تركنا سدى، خططنا بالحياة. أنت إذا تلقى هملجة
عند بعض المسلمين هاي الهملجة ناتجة من عدم اتباع التخطيط، وإلا لو اتبعنا التخطيط ما تلقى هملجة. كل شيء الباري عز وجل وضع له تخطيط وأمرنا به، فاتباع هذا الأمر هو اتباع لأمر الله. بس لا يصير شوية غلط بالتطبيق، مو أكو بعض الناس عنده يصير غلط بالتطبيق، وهي هاي المشكلة. لهذا تلاحظ أن الروية بالعمل، الإنسان إذا عنده عمل يكون يتروى به ليش شرع. يعني مثلا أضرب لك مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا يعدو من الفقهاء جل. عبد الله بن عمرو بن العاص طلع يقاتل علي بن أبي طالب، وتعال شو أنت قاتل علي بن طالب؟ أنت تروي أن النبي صلى الله عليه وآله، أنت راوي أحد الرواة مر عليك أن رسول الله يقول علي مع الحق والحق مع علي، فإذا تعرف أنه مع الحق شو أنت طلعت قاتله؟ قال الله أمرني بقتاله. أنا شلون الله أمرك؟ قال مو الله أمرني بأن أطيع أبوي؟ قالوا لا، إيه؟ قال أبوي قال لي روح قتله. هو لما يوصل الفقه إلى هالدرجة يعني مصيبة. ها؟ يعني تأمل عجيب، أبوك أمرك، يعني كل ما يمرك أبوك ولو خالف أمر أبيك أمر الله. اللي حاصل هيك شي، ترى اللي حاصل هكذا مع الأسف. يعني فخطأ بالتطبيق لا يصير. إذن هذا المعنى الأول فهمناه. ها؟ وإن إلى ربك المنتهى، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، وإن إلى ربك المنتهى يقول أن الإنسان الحقيقي نهاية لوين. مو إحنا شو نقول إحنا باصطلاحاتنا العامية؟ إحنا باصطلاحاتنا نقول تاليها موت. ها؟ ننتهي للموت، رايحين للموت. من هو اللي يروح للموت؟ كأنه عندنا الإنسان كيان مركب من جانبين. يعني أنا أدرك بالفطرة، أنا أدرك بالفطرة أن عندي مادة وعندي شيء خارج حدود المادة. شلون؟ يعني أرجوك أنت الآن لما تحط لك معادلة رياضية، يم قطعة من اللحم وتكلف قطعة اللحم، تقول لها حلي هالمعادلة الرياضية، تحلها قطعة اللحم؟ إذن من اللي يحلها؟ يحلها فكر. الفكر إذن مو من نوع المادة. لو كان الفكر من نوع المادة يأخذ خواص المادة. أنا إذن روح، لأن أعرف عندي أشياء أنا أما أرجعها إلى الروح. أكو شيء اسمه أريحية، أكو شيء اسمه وفاء، أكو تضحية. أحيانا الإنسان يشيل رغيفة يطيل غيره في باب تضحية. هذا مو عمل جسم، مو عمل مادة، عمل روح. الروح هي اللي تقدر وصول التضحية. فإذا كان كذلك، إذن الإنسان مكون من روح ومن جسد. إذا كان مكون من روح ومن جسد، الروح لوين والجسد لوين؟ إحنا لا نغلط نخلط الاثنين فنقول النتيجة رايح للقبر. اللي رايح للقبر الجسد بس، ترى مو أكثر. واللي يروح إلى الله ياهو الروح، لأن هي هناك، صقعها هناك، مكانها هناك. وإن إلى ربك المنتهى نهايتها هناك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هناك إلى الله. تصور هاللمحة هاي الرائعة اللي يأخذها الخيام في إحدى رباعياته. الخيام يقول كل قطر لبحره مردوده، كل قطر لبحره مردوده، فإذا ند عنه سوف يعود. قربت بيننا المسافة يا رب، وإن قيل عن مداها البعيد. يقول لي أنا قطرة من هالبحر، أنا جزء من هالخضم الهائل الذي أفضت عليه الوجود، وأنا راجع إلى بحري، راجع إلى الأساس اللي جيت من عنده. الروح ما تموت، مو مصيرها قابر، لا، مصيرها أنها راجعة إلى الله. وقد أدرك هذا المعنى بعض الأعراب بفطرته. أكو أعراب مثلا ألهمتهم الفطرة الصادقة، هذا لا دارش بأكاديمية ولا أكو عنده معادلات فكرية، إنسان على رسله على
على بساطته على فطرته، فقاعدين أهله يبكون يمه وهو يناجع. قالوا ليش تبكون؟ قالوا له والله نبكي عليك. قالوا ليش يعني تبكون عليك؟ قالوا انت راح تموت. قال أدري لموت إلى أين؟ وين يذهب؟ قالوا لا يذهب إلى الله. قال خلاص ما طول يذهب إلى الله، الآن هنوني اضحكوا لي لا تبكون علي، لأن أنا رايح إلى معدن الكرم، إلى العطاء، إلى الرحمة، إلى الرأفة، إلى كل خير وجمال. ليش هذا؟ بالعكس فرحوا لي، أنا ما رايح إلى لئيم ولا رايح إلى مكان مسدود الأبواب أمامه، رايح إلى من بابه تسع السائلين إلى الله. في الواقع أن الروح مصيرها لبارئها لخالقها، لأنها ليس من جنس ما يموت. هي الروح مو من الأشياء اللي تموت. نعم اللي يروح إلى الموت ياهو، اللي يروح إلى التراب ويروح إلى القبر ويروح إلى الموت هو الجسد، وإلا الروح راجعة إلى الله. اللي يروح مثل ما قلنا أن الجسد، إسا هذا الجسد وين الله عز وجل مقدر له؟ هو ونصيبه، هو ومصيره هذا الجسد. بسم الله الرحمن الرحيم، وكما بدأنا أول خلق نعيده. وين مقدر إلى بيا مكان؟ شنو مصيره؟ هذه أمور ما نقدر نتحكم بها أبداً. تتنبه لي شوية، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى خطبه هالصورة هذه يشرح لنا إياها، يقول حتى إذا أزف القدر المقدور وتناهت الدهور أخرجهم من ضرائح القبور وأوجرة السباع وأوكار الطيور ومطارح المهالك شراعا إلى أمره، مهطعين إلى معاده، رعيلا صموتا، قياما صفوفا، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، عليهم لبوس الاستكانة وضرع الاستسلام والذلة، قد ظلت الحيل وانقطع الأمل وهوت الأفئدة كاظمة. اتأمل الصورة اللي يروى، أخرجهم من ضرائح القبور، هذا واحد اندفن بقبر، تربته اللي اندفن بها طلع من تربته، وين مقدرة إلى هاي التربة؟ المقدرة إلى وين؟ ميت. وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت وين مقدر إليك؟ شيء ما تعرف هذا. زين، مو بس ما تدري بأي أرض تموت، ما تدري بأي أرض تدفن. قد يموت بأرض وينقل من تلك الأرض إلى مكان آخر إلى الدفن، وإلا هو ما يقوى، ما يقدر يتحكم بمصيره. بعد الموت أين سيكون دفنه؟ شنو المقدر إلى بيا مكان التربة اللي ينقل إليها؟ ما يدري هذا المعنى. قد ينقل إلى تربة من الترب مثلا لترتاح إليها نفسه، وإن كان قد يقول لي واحد شنو قيمة، وصحيح أنا أقول لك من ناحية الجسد مو مشكلة، ما يألف مشكلة هذا المعنى، لكن تتألف المشكلة من ناحية الروح، لأن المفروض أن الروح تعود للجسد، والروح مثل ما بالدنيا تريد إلى جسدها مكان مريح، تريد بالآخرة إلى جسدها مكان مريح. نبلي يا الروح، المشكلة مشكلة الروح، وإلا أرجوك الجسد يعني قطعة من التراب، هل حفنة من التراب وين؟ ما مشكلة أبدا، أنا ما أقدر أتحكم بها. تلقى واحد وقع بالبحر، إذا وقع بالبحر أكلته الأسماك، إذا أكلته الأسماك أكلنا الأسماك واختلطت اللحوم بعضها ببعض، ما تعرف مصيره وين. يجوز قبره ببطن إنسان، قبره في بطن إنسان، قبره في تربة من التراب، مات وإجت الرياح عصفت بالتراب نقلته وزعته في مختلف أنحاء الأرض. أرجوك أنت أي شبر من القاع تشحق عليه هو مراش إنسان؟ لا تتصور يعني أي قطعة من الأرض تتصورها تمر عليها. أبو العلاء رحمه الله يقول صح، هذه قبورنا تملأ الأرض، فأين القبور من عهد عادي؟
يعني احنا من العهود الشحيقة اللي مرينا بيها هذا التراب اللي نمشي عليه، واضح انه ما يحتاج نمشي على أتربة نسميها أتربة، لكن هي في واقع الأمر ليست بأتربة، وإنما هي بشر مثلنا وناس مثلنا. وشوف رحمة الله بنا، شوف رحمة الله عز وجل بنا أن هذا التراب اللي نطأ عليه هاي مر بقانون الاستحالة، وإلا لو مو قانون الاستحالة مشكلة الحشاية، وإلا أرجوك هذا قانون الاستحالة تلقاه التربة راح تحول إلى تراب، صار تراب، هدى التراب هو اللحم والدم تحول إلى تراب خلاص. يعني حقيقة مرة هاي شوية، هذه حقيقة مرة احنا نمر عليها بس هل قد ننساها؟ وإلا أرجوك هذا الإنسان اللي مملوء، هذا الإنسان اللي مملوء أناقة، هذا الإنسان اللي يحرص على القذى يوخر عن عينه أو يوخر عن جسده نتيجة أن يلقى بالتراب، وإذا ألقى هو تحول إلى جزء من التراب. ومسندين على الجنوب، يقول الشريف الرضي، ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه تحت التراب إلى المعاد، يضمهم من دون إشفاق بها معاده، إلى أن يقول أكلتهم الأرض الذي ولدتهم أكل الضروش حلت له أكلاؤه، عفو، تضمهم بوغاؤه، أكلتهم الأرض الذي ولدتهم أكل الضروش حلت له أكلاؤه، هاي النتيجة. فالتوين إلى أين ينتهي هذا الجسد؟ مصيرة واضح، مصيرة إلى التراب. فالعناية، يعني لفتة الآية الكريمة تقول لي إلى ربك هو الروح، أما الجسد مثل ما قلت لك أن الروح تحرص على أن يكون الجسد في مكان ترتاح إليه يريحها، لأنه أنت الآن حاليا تنشد النوم أن تنام في مكان يستراح إلى جنبك، تنشد القعدة تقعد في مكان لا يكون جسمك يحشر في مكان تكرهه، لا، تريد تخلي جسمك في المكان اللي تحبه، وهذا هو اللي يدفع الإنسان إلى أن يختار لنفسه تربة. نعم، تلاحظ إحنا يعني مو عبث العقلاء في قرارة أنفسهم يدور لمكان يدفن به، أرجوك يعني فلاشفة وعظماء وعلماء يقطع مسافات عريضة طويلة حتى يودي حتى جسم هذا ينقل ليدفن في مكان ترتاح إليه روحه، وإلا الواقع المرء مدفون بعمله بلا كمال، المرء مدفون بعمله، لكن هذا تشوف الإنسان يدعو الله عز وجل أن يخليه في تربة من هالتراب الطاهرة الذي أراد الله عز وجل أن تكرم فيكرم بها هو يوضع بها. ومن هنا أصبحت المضاجع، من هنا أصبحت المضاجع تختار طويلا. الإمام علي عليه السلام كان يتوق إلى هذا المعنى، حب العرني يقول كنت ألمح على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ضيق، ألمح عليه ضيق، أشوفه نفسيا مو مرتاح. سبب واضح، سبب شنو؟ لذاته رفقاء السلاح اللي عاشوا وياهم راحوا، ما ظل أحد عنده بعد، عمار راح، سلمان راح، أبو ذر راح، فلان راح، فلانة ابن التيهان راح، مالك الأشتر راح، من النوع هذول رفاق اللي كان يأنس بيهم. هسه أنت بالدنيا، يعني أنت بالدنيا قد تسلم على ناس تقعد يوم ناس، لكن كم واحد ترتاح ويا نفسيا؟ ماكو يعني أفراد، اللي أكو شنخية بينك وبينه اللي ترتاح إله، هذول اللي بينهم وبين الإمام علي الشنخية كان يرتاح إلهم راح فقدهم. ولذلك كان تب يعني تند على شفاها هالكلمة، ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي،
أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. فكان يظهر علي الألم، يظهر علي الشأم، أن أنا لما أمشي بمجتمع ما أجد من أرتاح إلى، مثل ما واحد يمشي بصحراء، إذا مشى بصحراء يحس بخشونة الصحراء. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يبدو عليه هذا اللون من الشأم. وين يطلع؟ يقول حب العرني ألاحظة، يطلع للجبانة للمقبرة، إن قبر الحبيب دار، ودارا ليس فيها الحبيب قبر كئيب. كان يطلع لأن هذا التراب أودع به أحباء، يقعد على القبر يقول ينبش الأرض بأنامله، ويقول وبالصدر لبانات إذا ضاق لها صدري، نكدت الأرض بالكف وأبديت لها سري، فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بذري. إذن كان الإمام يقول من بعد ما يفرغ أشوفه يقلب وين عين بصره في التربة، يقول تربة ما أحسنك وأطيب قعرك، اللهم اجعلها محل قبري، ويطيل النظر إليها إلى الجبانة ويرجع. هذا يطب واحد على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي أنا عندي ضياع، عندي منازل، عندي كلها بعتها سويتها ورق ذهب وفضة، وبنفس الوقت أنا متحير أريد أسكن وين. أنا قلت أروح بمكة، شو تقول أسكن بمكة؟ قال لا تفعل. قال له سيدي أروح إلى المدينة، قال له ما فيها بيتان يحبوننا أهل البيت. قال له وين؟ قال عليك بالكوفة، إن البركة منها على 12 ميل، وإن إلى جانبها قبر ما زاره مهموم إلا وفرج الله همه. يمتى يخلص من أسرى القبر هذا؟ ما أدري يعني يمتى، ما أدري إلى أين ننتهي، ما أعرف يعني الواقع إيه. المهم أن هذا المعنى يعني تأمل العقلاء، وتصور رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله كان ممكن مثلا في بعض الحالات أن ما ينقل بعض القتلى من مكان إلى مكان، يحفر له بنفس المكان، لا، جابهم شهداء أحد احتفر لهم ونقلوا ودفنوا. كل عقلاء هذا أمر مركوز في جبلة العقلاء، يتوق إلى التربة التي ينتهي إليها، يتوق إلى التربة التي يوضع فيها جسده، يقول مثل ما أنا بالحياة أختار لجسمي مكان أضعه فيه، كذلك بعد الموت أريد لمكان أضع فيه. يقول واحد من الأدباء حنيني إلى وادي الغري، وقبة يغازلها نجم السماء ويلاعب عليها لعاب الشمس نور، وتحتها أئمة عرفان وحبر وراهب، تقات أصابوا من علي أخا تقا وحبر هدى والصالحات نشائب، وتاقوا إلى المثوى الأخير بجنبه، ونعم علي بالشدائد صاحب. أرجوك أنا لما أكون تحت ظل قبة أبي الشهداء تفن هناك، مو فيها التربة اللي يقولها أديب يا كربلاء يا عبير الجراح وجهو الدم العلوي إلى أبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب. لا شك أن جنبي يرتاح إلى هذا التراب الذي اخترته لنفسي. أعود إذن لمقطع الآية. الآية إذن تريد هالمعنى على رأي هذا شريحة من المفسرين، يقول أن معنى قوله تعالى وإن إلى ربك المنتهى
يعني تنتهي الروح إلى بارئها وينتهي الجسد إلى ما كتب الله له من تربة يضطجع فيها ينام فيها. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث التفت له: وإن إلى ربك المنتهى. وأن على قراءتين يعني المفسرين يقولون أنك إذا وصلت إلى المناقشة بالأمور إلى الله أوقف بعد أوقف. ليش؟ لأنه الحديث النبوي الشريف يقول: تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا بالخالق. لأن أنت تفكيرك بالخالق قد يقودك إلى متاهات، لأنك ما قد يصعب عليك تصوره، يصعب عليك إلا عن طريق العقل تتأمل شوية تؤمن بما ورد على ألسنة الأنبياء على ألسنة المعصومين. لأن إذا صار البناء تحكم مقاييسك الخاصة شوية قد توقع لك في متاهة. أنت ملاحظ؟ مو حتى يمثلون مثل يقولون يأتي الشيطان إلى الإنسان يقول له: أنت من اللي خلقك؟ يقول: خلقني مثلا الله عز وجل. يقول له: طيب الله من الذي خلقه؟ نبه لي. لأن هذا إيش متعود؟ متعود على مقاييس حسية. المقاييس الحسية مثلا أنا أسأل لي واحد: منين لك هالسجادة؟ يقول لي: والله اشتريتها من بايع. أقول له: البايع منين؟ يقول: والله خذتها من المعمل. أقول له: المعمل منين؟ يقول لي: خذتها من صنع المهندس. إلى هنا فهو إيش متعود؟ متعود على الوسائط المتعددة. واحد من واحد هذا يتصور أنه يأتي إليه الشيطان يوسوس له بهذا المعنى أن كل مخلوق لا بد له من خالق إلى أن يوصل إلى الله عز وجل. يقول له: أوقف هنا بعد، لأن الله عز وجل هو ما مسبوق بعدم، ولا خلقه كونه مكون، هو الأجلي، هو الواهب، هو الخالق. لهنا أوقف بعد، لا تعطي مجال إلى تفكيرك. هاي طبعا المحققين رحمه الله الشيخ الطباطبائي في الميزان، الشيخ الطباطبائي يقول أن هذا إرشاد للعوام اللي ما عندهم قدرة على البحوث العقلية المعمقة، وإلا اللي عنده قدرة على بحث عقلي معمق فيلسوف مثلا ممكن ينتهي إلى المقاييس. ومع ذلك دول الفلاسفة اللي عندهم المقاييس ظلت مداركهم قليل. التفكر على الإجمال، أؤمن الله عز وجل حط صفاته بالقرآن، أؤمن على الإجمال وأؤمن وفق القواعد اللي طوكيها المعصومين. أكثر من هذا نوقع بمتاهات. يعني الحقيقة إذا نرجع نوقع بمتاهات غريبة، وهذا اللي حاصل. شلون يعني هذا اللي حاصل؟ أقرب لك المعنى. يعني أرجوك أنا مثلا أقرأ لي في كتاب من الكتب اللي مهمة في تاريخ المسلمين جدا، يقول يعبرون عنا أصح كتاب بعد كتاب الله. البخاري جد أصح كتاب بعد كتاب الله جد، بحيث كان إذا صار طاعون ببلد أو صار مرض يقرؤون البخاري، ما يقرؤون كتاب الله، لا البخاري. نبلش ويزين. طيب هذا إذا كان هكذا لهالدرجة من الأهمية، هذا يقول لي الله عز وجل لما خلق النار خلقها عميقة بها طبقات موسعة، يوم القيامة يأتي إليها النداء: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ نعم. يلهي بها ذولا اللي مقدر إلهم أن يذبون بالنار، يقول يذبون بهم بالنار إلى أن يفرغون، ما يشغلون منها حيز إلا صغير جدا، يعني يصيرون بجاوية من زواياها فتظل فارغة. شلون تظل فارغة والله مواعدها أن يملأها؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله مواعدها وما يريد يخلف وعده. شلون ما يريد يخلف وعده؟ يقول يطلع رجلي مدها بيها.
يطلع رجله فيمدها، اذا مدها تقول قط قط خلاص انت رشت، انا بعد ما في داعي. زين، انا لما اقرا شيء من هذا النوع وانا مسلم اعيش ضمن اجواء علميه وعندي خلفيه ثقافيه مثل ما يقولون، ابدا اول ما اتساءل اقول انا يجوز لي ان اخلي القران متناقض يضرب بعضه بعضا؟ طبعا لا، ما يجوز لي، لان القران الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، ان كل شيء او كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خاضع لقدر، ان الله يامر بالعدل، العدل وضع الشيء بموضعه، الذي اتقن كل شيء صنعه او صنعه. إذن هذه مفاد القرآن، الله عز وجل واضع الأشياء عن تخطيط من الأول، من خلقها ما خطط مساحتها شقد راح تتسع والمقدر أن يطبون بها شكثر، ما كان يعرفها يعني، يعرفها من الأول، زين ما خططها، ما خطط لها، إذا كان مخطط لها شنو الحاجة أن يمد رجله؟ بعدين ليش، شنو معنى أن الله يمد رجله؟ ما خلنا نفتهم يعني، يعني أرجوك أنا أجي ألوث لي عقيدة إسلامية والله من أنا صحح لي رشاء أصحح لي رواية واحد ما دابت ما نشوف، يعني يدور الأمر بين أشخ في الدين كله من أجل أنا صحح لي رأي واحد؟ لا أشوف شنو الداعي أنا، ليش ليش هالمتاهة هالمتاهات اللي أدخل إلها؟ بعدين أنت لما تصور لي أن الله عز وجل رجل وتقول لي رجل تمام عند إيده رجل لكن تناسب عظمته، شنو يعني تناسب عظمته؟ إيد هي بعد إيد، شنو إيد يا أخي، إيد ورجل شنو يعني تناسب عظمته؟ يعني هي تدل على جسم أو لا، تدل على جسم أم لا، تدل على جسمية أو لا؟ إذا دلت على جسمية صار محدود، وإذا صار محدود كيف الإيمان به؟ شو يعني الداعي أنا؟ يعني سألت لو تقول لي هذا كتاب خليه من كتب التراث، خليه بمكانه بالراجونة، خليه نقول الله يرحمه والله يتفهم، لكن انت يومية جايب لي تكرر علي، يومية انت مطلعية جبطنية غذاء، هذا الغذاء اللي طرحه علي يومية، بيش مطلوب انا تجي الى افكاري تطيها هيك نظريات؟ هاي بها متاهات غريبة، يعني انت تثبت لي تأكد لي ان الله جسم؟ نقطة نقطة، يقول يحشر الناس يوم القيامة، إذا حشروا النصارى يقولهم ماذا قلتم؟ يقولوا له احنا قلنا المسيح ابن الله، يقولهم كذبتم، الله لا صاحب له ولا ولد، خذهم إلى النار. طيب لليهود ما ماذا أنتم ماذا قلتم؟ يقولون قلنا عزير ابن الله، قلهم كذبتم، الله ليس له صاحب ولا ولد، يذهبون إلى النار. باقي الناس اللي مصيرهم إلى النار يذهبون، يبقى المؤمنون الذين عبدوا الله متحيرين، يأتي إليهم الله في صورة قريبة، إليهم يجيهم في صورة بيت تعبير قريبة، يقولهم ليش أنتوا وقوف؟ يقولوا له ننتظر ربنا، يقولهم أنا ربكم، يقولهم تعرفون ربكم؟ يقولون بلى. ما العلامة؟ ما هو يعني شنو العلامة بينكم وبينه؟ قالوا الشاق، شاق، لأن القرآن يقول يوم يكشف عن شاق، في هاي يوم يكشف عن شاق معناه الله يطلع شاقة، زين يقول يطلع لهم شاقة، إذا شافوا شاقة يخرون سجدا، فيعرفون أن هذا ربهم. طيب ليش أنا برجلة أعرفه، ليش ما أعرفه بإذنه بوجهه؟ أنا ما أدري يا أخي، والله ما أدري، أنا ما أعرف، أرجوك على كل حال أنا ما أحب شوية أشوشر، لأن هذا مو جو علمي شوشرة، لكن أرد أقول أن إحنا عندنا الحمد لله التراث الإسلامي غني، أكو به فكر وفكر عالي ومعمق، شنو حاجتنا دعوة هالإصرار على تصحيح مواقف معينة؟ من أجل ماذا؟ أنا يهمني الإسلام قبل أن يهموني الأشخاص. الإمام علي عليه السلام يضع لنا قاعدة،
يقول اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. الرجل عرض على مقاييس الحق، اذا مقاييس حق تؤمن به، اذا مو مقاييس حق ما يساوي شيء. مو انا اعرف الحق بالرجال، لا لا، الحق مو تابع للرجال، الرجال تابعين للحق. إذن ها الآية لما تقول لي إن إلى ربك المنتهى، يعني يقول لي إذا وصلت لهنا وأكو أشياء ترى باشر الله عز وجل ما يسألنا عنها تفصيلا، ما يجي يسألني الباري عند عرش وعرشه قد حجمه ومساحته كثر أبدا، يطلب من عندي أن أؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء واهب الخير، الله تبارك وتعالى رب العالمين، هاي الأمور الإجمالية. أرجوك هذا الرجال اللي يقعد من الصبح رايح إلى معمل نجار طالع بيده فاشة يروح يشتغل يحصل كم دينار يعيش بيها وعائلته، هذا يوقف الباري باشر يقول له تعال أنت شكثر درست أساليب عقلية أو مقاييس تبرهن لك على أن الماهية غير الوجود والوجود غير الماهية، وشنو هي ماهية الله؟ أبداً ما كون هذا شيء أبداً، ولا يم هذا، والله أعدل من أن يقول هذا، يأخذ من العابد لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، يأخذ من عنده هذا الإيمان بالأمور الأساسية الأصول، يؤمن بوجود الله عز وجل بوحدانيته، بأنه ما ترك الخلق سدى، أرسل إليهم نبي بالمعاد، هاي الأشياء أصول الدين يؤمن بها ولا ينكر من الفروع شيء، ضرورية من ضروريات الدين. أكثر من هذا، أكثر من هذا، أنا أروي لك ما يقوله البخاري بالذات. يقول أبو ذر جيت يوم من الأيام جيت أدور على النبي، قالوا لي نايم. يقول طبيت لقيته مغطى بملاءة بيضاء، خلاص وخرت عنه إلى أن انتبه، جيت لي وجدت منتبه، فالتفت إلي رأسا قال يا أبا ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قلت وإن زنى وشرق؟ قال وإن زنى وشرق، على رغم أنف أبي ذر. طيب شو عليه من توزيع الكفر إذا هالشكل؟ بس اللي يقول لا إله إلا الله شو عليه من هالكفر اللي يتوزعون به؟ هذا مشرك وذاك ما أدري شبيه وذاك ما أدري شبيه. إذا بس يقول لا إله إلا الله خلاص كلام. على أي حال إحنا يعني لابد لنا من وعي إزاء ما يمكن أن ينقل أو إزاء ما يمكن أن نترك. أولا أنا أقصد العلماء، ما أقصد هذا، قلت لك هذا ما مسؤول للرجل العامي، أقصد اللي عنده علم هذا يتحمل مسؤولية أمام الله بأن يقدم للمسلمين الزاد البعيد عن التشنج الخاضع للمقاييس التي وضعها الله عز وجل لنا وتعبدنا باتباعها. أرجع للآية، إذن عندنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى أن مصيركم في الحكم بين الأعمال إلى الله. النظرية الثانية إذا وصلتم إلى الله نعم لا تتكلمون، تكلموا في المخلوق مو بالخالق. النظرية الثالثة أن أرواحكم أو كيانكم إلى الله وأجسادكم إلى القبر. مو الشكل شلون الله يختار لكم التربة؟ أبو الشهداء اختار الله له هذه التربة التي دفن بها. ها؟ وش يقول هو الإمام سلام الله عليه؟ شي يقول بخطبته؟ الإمام يقول بخطبته خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه. ها؟ أنا المكان، المكان اللي الله عز وجل اختار إلي، وين المصرع اللي أصرع به؟ اختاره الله لي. وين اختار له؟ اختار له بها التربة الطاهرة، اختار له بكربلاء، بهذا الثرى، بهذا التراب الطاهر. وبالفعل الحسين سلام الله عليه هالمكان اللي خير له كان فيه مصرعه ووري فيه جسده، وإن كان هو أكبر من أن يضمه التراب، لكن
اختيرها، وضع الجسد هنا. ولذلك كان أكو إصرار عند أهل البيت أن يمرون على هالمصرع الذي اختاره الله للحسين، يمرون على هالتراب حتى يجددون بعهد، يمرون على هالثرى هالجدث حتى يجددون بعهد. مو الإمام الصادق يقول لأبو هارون ذكرني بهالمعنى، يقول أبو هارون أمرر على جدث الحسين، أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظمان رضتك قوم بالجياد الأصبحية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، ابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية. وبالفعل كانوا هكذا يمرون على مصرع الحسين، على جدث الحسين، يغرقونه بدموع أعينهم. من هنا لما رجعوا، ترى طريق الشبايا كان بعيد عن كربلاء عندما رجعوا من الشام، لكن ألحت زينب على المرور على هذا الثرى، التفتت إلى ابن أخيها السجاد، قالت عم كل الدليل فليعرج بنا على كربلاء، عم كل الدليل فليعرج بنا على كربلاء، عرج بهم الدليل ما كاد بصرها يرى تلك القبور، حتى نزلت وأقبلت راكضة إلى قبر أبي عبد الله. طبعا دليل هالإمام السجاد دلها، قال هذا القبر. جلست على قبر الحسين احتضنت خويا وعيونك يا ابو السجاد لوين يمك يا خلوني احط ورش بدمعة عيوني واقضي العمر كله هناك واقول املى لي لوموني شنو عشت بعدا وشنو عمري بلا يا خويا ما ظنك نسيت شلون قضيت العمر وياك كل ساعة تمر بعيد وعمر حلو بثنايا خذتكم كربلاء مني وعلي بعيد ملقاكم. يقول هالإمام السجاد عما أخذ بيدها، قال قومي، قالت إلى أين؟ قال إلى المدينة، قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ ناعش بقيت تدرش بقالي شفيت ونتي وهضمت عيالي بيت وبقى من الزليم خالي أخي من للبايعات
إذا انشرت. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.